بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله سبحانه وتعالى أراد تعظيم هذا البيت بأن يعظم ويحج إليه الناس، وأبى أهل الشرك والضلال إلا وأن يصد الناس كما صد أهل الكفر والضلال الناس عن حج بيت الله الحرام، كما حدث من أبرهة مثلا. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج. الشعبي رحمه الله كان مستجاب الدعوة ويحج في كل عام إذا طاف بالبيت طواف الوداع، يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهد بالبيت الطواف. فعندما يطوف وهو مودع مسافر يدعو في هذا الطواف، يقول: يا رب لا تجعل هذا أي الطواف آخر العهد بالبيت. فيحج ويكتب الله سبحانه وتعالى الحج في العام الثاني، وعلى هذا إلى أن بلغ 80 سنة. في العام 80 وهو يطوف تذكر هذا الدعاء، لكنه لم يدعو، قال: استحييت من ربي، فقبض من عامه. تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن الإجابة أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم الحج وإتمام هذا الركن الخامس. جعل الله سبحانه وتعالى للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر 3 على الراجح، على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما المواقيت المكانية ستأتي معنا، هي في الغالب قريبة من مكة إلا ميقات المدينة ذو الحليفة فهو بعيد. لماذا؟ قال الفقهاء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن يخرج من حرم المدينة يقع في الإحرام ويكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج عندما فرض عليه النبي عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الحج، بادر إلى الحج ولم يؤخر عليه الصلاة والسلام. لم يسمع أحد بحجة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر على الحج إلا وخرج يلتمس الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استوى، يقول جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء عند الميقات، قال: فرأيت مد البصر
من الأمام ومن الخلف وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله، مد البصر من راكب وماشي. كل هؤلاء يريد اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم في الحج ولا في غيره عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة أو مستحبة. خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه في الصلاة، خلع الصحابة رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خذوا عني مناسككم. الحج لغة القصد، وهو في الشريعة التعبد لله بقصد مكة والمشاعر بأداء المناسك على ما جاء في الكتاب والسنة. الناس في هذه الأيام يبحث عن الرخص ويظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أي لا تحج ولا حرج. ما يمكن. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ في من قدم وأخر أعمال يوم النحر يوم العيد، لأن أعمال يوم النحر أعمال يوم العيد السنة فيها أن تكون مرتبة على كلمة رنحط رنحط. العلماء رتبوا لنا العلوم، ما بقي إلا أن نسير. رمي جمرة العقبة سبع حصيات، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف بالبيت. من قدم أو أخر نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولا نحرج عليه. لكن يتعمد ترك الواجبات ويخالف ويخرج من عرفة قبل مغيب الشمس ويصنع ويصنع ويصنع. إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجة العير. وهذا الذي يعني نراه من بعض الناس هدانا الله إياه مما يفعل قبل الحج أو بعد الحج، أو من التصوير هذا الذي يكون عند المشاعر ويرفع يديه وكذا ويرسل الصور، وعندما يرجع يستقبل الناس بالمنكرات بالمحرمات. كيف الأصل؟ بل أن العلماء رحمهم الله يقولوا من علامات قبول الطاعة أن يستمر على الطاعة بل يزداد. بعد الحج يستقبل بالرقص والغنى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وقليل من عبادي الشكور. استقبل بهذه الأمور ويأبى إلا أن يطلق عليه اسم الحاج ويغير لائحة البيت وكذا وكذا. بعض السلف رحمهم الله كان يتخفى إذا خرج إلى العبادة إلى الحج إلى العمرة. عندما يحلق الحاج والحلق أولى من التقصير، يتغير حاله حتى يعني الهيئة التي كان عليها تتغير. لماذا؟ لأن تغير الظاهر علامة بإذن الله على تغير الباطن. وكم من إنسان ولله الحمد ذهب إلى الحج وتغير حاله بعد الحج، وكم من أناس نسأل الله لنا ولهم الهداية كأن الحج صك غفران للجنة، وصنع 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 وقال أنا حاج. نعم، الحج
له شروط وأركان وواجبات، وكذلك محظورات إحرام. وحج فرض وحج نفل. والحج لا يكون إلا لبيت الله الحرام. كيف يصنع أبرهة ما يصنع ويعذب، ويأتي بعد هذا من يقول لو حججت إلى بيت الله الحرام 70 مرة وزيادة لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك حتى تحج للحسين؟ بل يعني أصبح البعض حتى يجاهر بهذا. سئل، ومن العجب هذا موجود ومسجل، سئل: أنت شيخ فاضل وعالم وكذا، كم مرة حججت؟ قال: لا 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 تسأل عن هذا، اجعلها لله. قال: لا، كم مرة؟ قال: 5 مرات. قال: طيب، أي هذه 5 أقرب إلى قلبك؟ قال: والله كلها قريبة. قال: لا، أقرب واحدة. قال: أقرب واحدة والله التي كانت بمكة. أقرب واحدة التي كانت بمكة. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. لو تنظر في مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مثلا، وما كان من الرد من شيخ الإسلام على الفرق الضالة، تقول: لا يوجد اليوم من يقول أنه معتزلي أو كذا أو كذا. نحن لا نجد هذه الفرق، بعض الفرق نجد هناك يعني من يصنع كذا، فتقول: هذا الكلام الذي كان من شيخ الإسلام وهذه الفرق يعني الآن الشر أقل. لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي زمن إلا وما بعده شر منه إلى أن تلقون ربكم. سمعت وقال من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ما يتصور أحد أن يأتي أناس ويعبدون الشيطان، يأتي أناس ويعبدون البقر، يعبدون الفئران، نعم يعبد فرج المرأة. لم ينكر أحد من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبية. اليوم هناك من ينكر حتى التوحيد الذي أقر به كفار مكة، يقول أن الولي يخلق ويرزق ويدبر ويصنع ويصنع ويصنع، حتى يعني تطاولوا على رب العالمين. الحج عبادة مالية وبدنية، وأراد الله سبحانه وتعالى تعظيم هذا البيت. تجد من يذهب إلى الحج، وهذا تقدم معنا، ويتمسح بالأحجار بجدران الكعبة. نعم، فليعبدوا هذا البيت؟ لا، تعبد من؟ تعبد الله. أنت تطوف وتتذكر في كل منسك من المناسك أنك بهذا متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي الجمار على أنها عبادة. جعل الطواف ورمي الجمرات والوقوف وغيره لإقامة شرع الله وذكر الله سبحانه وتعالى. من يتمسح بالأحجار ومن يصنع ومن يصنع مسح، أين في الحج؟ لابد، يجب على كل من أراد الحج والعمرة أن يتعلم المناسك قبل أن يخرج. فنحن الآن نتعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام،
وهو آكد من العمرة، فالعمرة واجبة في العمر مرة، والحج آكد من العمرة. الحج له شروط: الإسلام والعقل والبلوغ. هل يصح حج الصغير؟ نعم يصح، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج. العبد فيه خلاف، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا وجد هناك عبد وأراد الحج بإذن الله يجد من يذكر له الحكم، سواء كان حج صحيح أو غير مجزئ، ولا بد أن يحج إذا اعتق. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الاستطاعة تشكل على بعض الناس. الاستطاعة في هذه الأيام بالنسبة لكم مثلا أن يحصل على تأشيرة أو يقدم لدى جمعية من الجمعيات ويدفع المستحق ويقبل، هذا مستطيع. طيب، من عليه دين؟ من عليه دين، هل الدين يمنع من الحج؟ يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن في هذه المسألة تفصيل. هذا الشيخ الإمام جاءته جمعية من الجمعيات وقالوا اسمع، عليك دين؟ قال نعم، نريد أن تأتي معنا تعمل معنا في الحج، لو بقيت هنا ما تربح شيء ولا تأخذ شيء، تذهب معنا تحج بالمجان ونعطيك مع هذا راتب. قال علي ديون. نقول أنت الآن تستفيد، تحج وتأخذ مال حتى تسدد الدين، فهل هذا الدين يمنع من الحج؟ لا، على العكس، نقول الحج هنا سبب بإذن الله في سداد الدين، لأنه لا يؤخر سداد الدين. الثاني عليه دين، لكن هذا الدين أقساط، وهو في وظيفة ويأخذ إجازة براتب للحج، فهو مستطيع وقادر على الحج. الثالث رجل في مكة لا يكلف الحج شيء أصلا، يمشي برجليه إلى عرفة مزدلفة ومنى ومكة ويقضي الحج ولله الحمد، فهذا حتى ولو كان عليه دين هذا لا يمنع. لكن إن كان إذا ذهب إلى الحج لا يستطيع على سداد الدين وهو مطالب بالدين وغيره، فهذا الذي يكون غير مستطيع. حتى لو أذن له صاحب الدين هذا غير معتبر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، سواء وافق أو رفض بحسب ما ذكرنا. إذن إذا كان الدين حال وخروج هذا إلى الحج لا يؤخر من سداد الدين بل يساعد في سداد الدين، يخرج إلى الحج ولا إشكال. تزيد المرأة شرط وهو وجود المحرم إن احتاجت إلى سفر، هذا في الحج نعم، فما بالك مرأة تسأل تقول أريد أن أسافر مع والدي لزيارة قريب، هل يجب علي في الرجوع أن يكون معي محرم؟ سبحان الله، إن كان في الحج لا بد من المحرم، فما بالك بالخروج للزيارة أو إلى النزهة أو ما إلى ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم اعتنى العلماء بهذه الرواية وشرحت، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني في موضع آخر يكون لنا يعني كلام عليها. من يذكر لي أركان الحج؟ الحج له أركان كما هذا البناء له أركان، لو أسقطنا ركن واحد من أركان انهدم البناء.
نعم. فأركان الحج كم؟ ستة. آخر كلام. أربعة. أربعة. الإحرام الركن الأول، الإحرام. ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. لأنه بعض الناس يظن عندما يذكر بعض العلماء من أركان الحج الإحرام يظن أن الإحرام لبس الإزار والرداء. لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في الحج وفي غير الحج. نعم. طيب، هذا الركن الأول الإحرام. الوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة. متى؟ من زوال الشمس، شمس يوم التاسع، يعني صلاة الظهر، إلى طلوع فجر يوم العيد، هذا وقت الوقوف بعرفة. هذا الأحوط أن يكون بعد الزوال، صحيح؟ نعم. هذا الركن الثاني، الوقوف بعرفة ولو لحظة، ثانية واحدة. دخل هذا الأخ إلى عرفة بعد الظهر، مجرد ما دخل أغمي عليه، أخذ بالإسعاف إلى المشفى، حجه صحيح؟ ننظر بقية الأركان. نعم. الركن الثالث طواف الزيارة. طواف الزيارة، هل طواف الزيارة هو طواف القدوم؟ من يعرف إخواننا؟ يا أخي يقول طواف الزيارة، هل هو طواف القدوم؟ هل أصاب هذا في ذكر أن من أركان الحج طواف الزيارة، أو طواف الزيارة هو طواف القدوم؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة غير طواف القدوم. طواف القدوم شيء، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. لماذا سمي بهذا الاسم طواف الزيارة؟ لأن الحاج الآن يخرج من الحرم إلى الحل. عرفة حل ولا حرم؟ خارج الحرم، فيخرج ثم يرجع إلى مكة كالزائر. لهذا سمي طواف الزيارة ركن، وهو غير طواف القدوم. انتبه، يخطئ بعض الطلاب هدانا الله إياه ولا يفرق بين طواف الزيارة وطواف القدوم، ويسمى طواف الإفاضة. إذن معنى هذا الكلام أن هذا الطواف لا يمكن أن يقع إلا بعد الوقوف بعرفة أبدا. لو طاف ما طاف قبل الوقوف بعرفة لم يأتي بالركن الثالث وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة. إذن لابد أن يقع هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة، مفهوم؟ لو جاءك إنسان وقال طفت عندما قدمت إلى مكة ثم وقفت بعرفة ثم سعيت بين الصفا والمروة ورجعت إلى أهلي، حج باطل، مفهوم؟ طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو غير طواف قدوم. هذا الركن الثالث. الرابع سعي الحج. سعي الحج خرج بهذا ما لو سعى المتمتع، وسوف يأتي معنا، مفهوم؟ هل يصح أن يقدم ويؤخر؟ يأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن أركان أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة ولو لحظة من
زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ولابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة وسعي الحج، أركان أربعة فقط. هناك من يضيف إلى هذه الأركان الأربعة ركن خامس وكذا، ونحن ذكرنا أننا نكون على ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حتى لا يحصل اللبس والخطأ. أجلس. واجبات الحج، سبحان الله إخوان، الواجبات إنا لله وإنا إليه راجعون فقط. نعم. الإحرام من الوقت ما وقت فتح الله عليك. هذا العلم، العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. تسأل بعض الطلاب أذكر لي أركان الصلاة، يقول أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة و أصبر أصبر والتشهد الأخير وقراءة الفاتحة. تقول يا أخي اذهب تعلم وتعال، لكن الثاني طالب علم درس عند العلماء وحفظ، يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، تقول فتح الله عليك. هذا هو العلم، حتى ولو نسي شيء لا إشكال. تسأل بعض الناس عن الوارثين من الذكور، يقول الوارثين أي ابن العم الشقيق والزوج والعم لأب. يا أخي اذهب تعلم تعال. الثاني يقول الابن وابن الابن، الأب الجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، زوج ومعتق وعم لأب وابن عم لأب، ذكرناه 15. النساء بنت وبنت ابن وأم وجدة لأم وجدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة ومعتقة، والحمد لله رب العالمين. هذا العلم يسرد سرد. نعم. أما يتلكى وكذا هذا معناه أنه لم يدرس العلماء أصلا، مفهوم؟ يدعي أنه حافظ القرآن. اقرأ من أين؟ من أول المصحف إلى النهاية. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ يسر. هذا شهادة حق. وغيره قال والله لم أراجع، شهادة زور. نعم. قال الإحرام من الميقات. إذن الإحرام من الميقات المعتبر، أي الميقات المكاني، واجب من واجبات الحج. بدأ الحج الآن في الأركان ولا في الواجبات؟ واجبات. الركن نية الدخول في النسك. الواجب الإحرام من الميقات المعتبر، البقاء أو أن يجمع بين الليل والنهار، يعني لا يدفع ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. إذا لابد أن يبقى بعرفة إلى مغيب الشمس. إذا وقف بعرفة في النهار وخرج ترك واجب من واجبات الحج. هذا الثاني، المبيت بمزدلفة. نعم. المبيت بمزدلفة، رامي جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاثة في أيام التشريق، إما ثلاثة أيام أو يومين لمن تعجل. الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير والحلق أفضل. المبيت بمنى، متى؟ ليالي أيام التشريق. يبقى معنا واجب، هذا ليس من واجبات الحج، وهو طواف الوداع على ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا ليس من واجبات الحج، واجب لكن ليس من واجبات الحج. فتح الله عليك. اجلس. محظورات الإحرام،
احضار. بسم الله. اترك الكتاب. نعم نعم. يقول محظورات الإحرام أربعة، هذه ملخصة، ملخصة هي تسعة وملخصة أربع محظورات. محظور لابد فيه من فدية أذى، ومحظور لا شيء فيه، ومحظور مبطل للحج، والرابع ما فدته مثله وهو الصيد. هذه محظورات الإحرام كم؟ أربعة على الإجمال، على التفصيل تسعة. بسم الله. أبدأ بالأخف مو بالأثقل، الله هدى. لبس المخيط أو المحيط؟ لا، الأحسن أن تأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلبس المحرم ماذا؟ القميص والسراويل والفلينة والطاقية والعمامة. نعم، لأنه يشكل على بعض الناس أن يلبس إحرام وفيه قطع وسد هذا القطع بخياطة مثلا، هذا لا إشكال فيه. لبس النظارة، لبس الحزام، لبس الساعة، هذا لا إشكال فيه، صحيح؟ يقول نعلي كرمكم الله فيها شيء من المخيط، يقول هذا لا إشكال فيه. الإشكال في لبس الثوب، الفلينة، السروال، صحيح؟ الطاقية، العمامة، مفهوم؟ يعني لبس المحيط بالأعضاء. طيب هذا أولا. التطيب، حلق شعر الرأس. طيب تغطية الرأس بملاصق، يعني الطاقية والعمامة. طيب هذا الشيخ حمل الحقيبة على رأسه. نعم يا رجل، وضع الحقيبة على رأسه فقال هذا عليك دم. هل رأيت إنسان يلبس حقيبة؟ ما يوجد هذا، يصح يحمل الحقيبة ولا إشكال، مفهوم؟ طيب تغطية الرأس بملاصق، يستظل في خيمة، يركب السيارة، لا إشكال. طيب بعده التطيب، تقليم الأظافر أو نزع الأظافر. نعم. الجماع، الصيد، النكاح، ما تزوج، لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي، مفهوم؟ الله يغنيك من فضله. أجلس. طيب أنواع النسك كم؟ نعم شيخ محمد، هات الكتاب. أصبر أعطينا الكتاب. أوقف. نعم الشيخ. ثلاثة أنساك، تمتع وإفراد وقران. التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة، حج كامل وعمرة كاملة. نعم، يتحلل منها ثم يدخل. طيب والإفراد، المفرد والقارن عملهما واحد، إلا أن القارن عليه ماذا؟ لا، الآن يأتينا التفريق، عليه هدي، مفهوم؟ نعم. بعده متمتع وقارن ومفرد. أفضل أنساك الثلاثة على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى التمتع، مفهوم؟ نعم. أجلس. نعم أركان العمرة. نعم
ما اعتمرت؟ أسأل الله أن يكتب لك العمر. الأول الإحرام نية الدخول في النسك والطواف والسعي، الحمد لله هذا أركان العمرة، نفس أركان الحج، إلا وقف بعرفة انتهى الأمر. إذن أركان العمرة هي أركان الحج دون الوقوف بعرفة، مفهوم؟ واجبات العمرة الإحرام من الميقات، نعم إحرام من الميقات، كيف نفس الشيء، يجمع يقف بعرفة لن تغيب الشمس والوقوف من مزدلفة ورمي الجمرات، لا الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، والحمد لله رب العالمين. أجلس. طيب يذكر بعض العلماء مسألة، وهي هل هناك فرق بين دم الجبران لترك واجب وبين فدية الأذى؟ يعني بعض العلماء يقول في من حلق شعر الرأس يقول عليه دم، وبين من ترك الإحرام من الميقات يقول عليه دم، هل هناك فرق بين الدم والدم؟ الذي لا يعرف التفريق هذا لا يفتي في الحج مثلي، الذي له فرق بين دم الجبران لترك واجب ودم الذي يقال في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام هذا لا يفتي في الحج مثلي، مفهوم؟ أي نعم، يعني معنى هذا أن لا نفتي في الحج ونرتاح الحمد لله. نعم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك في حق من؟ من ارتكب محظور من محظورات الإحرام أي بعض المحظورات. هناك فرق بين فدية هذه يسميها العلماء فدية الأذى، حلق الرأس مثلا لمرض أو غطى الرأس بملاصق حر شديد أو كذا مثلا شمس، أو قص الأظافر أو تطيب، فماذا عليه؟ عليه فدية أذى. نخير بين أمور ثلاثة، صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح، يذبح شاة أين؟ في مكة، توزع على فقراء الحرم. الدم لترك واجب من الواجبات هذا شاة فقط تذبح، فالذي لا يفرق بين هذا وهذا هذا لا يفتي في الحج، مفهوم؟ نعم، والله أعلم أن لا نعرف إذا لا نفتي، والحمد لله هناك أهل للفتوى الحمد لله. طيب الهدي ما يهدى للبيت المتمتع والقارئ عليهما هدي، كذا يعني يجب أن يذبح هدي، أين يذبحه؟ بمكة داخل حدود الحرم، ذبح في عرفة يصح؟ لا يصح. إخواننا أيام الحج كل يوم له اسم، من يعرف أسماء أيام الحج؟ بسم الله. اليوم 8 يسمى يوم في أحد يعرف يقول اليوم 8 يسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا في القديم يحملون الماء من مكة إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء تروية، هذا يوم التروية يوم 8. يوم 9 يسمى يوم عرفة. طيب
واليوم العاشر يوم العيد، صح؟ أي نعم. والحادي عشر يسمى يوم القرض، ما أحد يتحرك، صح؟ الناس بمنى. الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. ابن القيم يقول مواضع الدعاء في الحج في كم موضع؟ فتح الله عليك، نعم، في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلف مشعر حرام بعد أن يصلي الفجر وعند رمي الجمرات، خمسة. هذه مواضع الدعاء في الحج، يذكرها ابن القيم رحمه الله. الليالي لها أسماء، نعم، فتح الله عليك. ليلة جمع، ليلة جمع أين؟ يعني ليلة المبيت بمزدلفة تسمى ليلة جمع، لماذا؟ لأن الناس اجتمعوا فيها. سبحان الله، الناس اجتمعوا في الحج. لا، كانوا في الجاهلية أهل مكة قريش حمص يقولوا ما نخرج، نحن أهل مكة ما نخرج إلى عرفة، يبقون في مزدلفة، ويرجع الناس ويجتمعوا معهم في مزدلفة، فسميت ليلة جمع. المشعر الحرام، مشعر حرام ما هو؟ فتح الله عليك. والمشعر الحلال عرفة، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا مشعر وهذا مشعر، لأن الناس الآن تخرج من الحرم من مزدلفة إلى الحل عرفة، ثم يعود كالزائر ويطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج. الهدي ما يقدم الناس لله سبحانه وتعالى في الحج، أو يهدون، كانوا يرسلون بهيمة الأنعام إلى مكة حتى تذبح قربان لله سبحانه وتعالى. يجب على المتمتع والقارئ، المتمتع والقارئ، أما المفرد إن أراد أن يذبح يذبح، وإلا لا يجب عليه الهدي. الأضحية تكون على غير الحاج، غير الحاج يوافق الحاج، وهذا من توسيع الله سبحانه وتعالى على الأمة. الآن أنت هنا، كتب الله عليك ألا تحج في هذا العام، ماذا تصنع؟ توافق الحاج شيء من الإحرام، لا تأخذ من شعرك ولا من أظفرك. من أراد أن يضحي، فهذا الشيخ أراد أن يضحي فلا يأخذ لا من شعري ولا من أظفري. من هذا؟ هو رب البيت. الزوجة تأخذ، تأخذ من شعري ومن أظفري، لا أشكال. أولاد لا أشكال. طيب، يحرم علينا يأخذ من شعري ومن أظفري، حرام. فإذا جاء يوم العيد ذبح الأضحية والحاج يذبح الهدي، فوافق الحاج وسأل الله أن يكتب له الأجر ويصوم يوم عرفة. طيب، هذه الأضحية يشترط في إذا كان أراد أن يذبح من الغنم، لابد إذا كان هذا من الضان، يشترط العمر المحدد في الغنم من الماعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر، من البقر ثني، ومن الإبل كذلك الثني ما تم له خمس سنين. هل يمكن أن يشترك سبعة من الحجاج في بقرة؟ نعم. في بدنة من الإبل؟ نعم، يصح ولا إشكال. يبقى معنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الأضحية، العقيق تذبح عن المولود. متى؟ في يوم السابع. كيف تعرف يوم السابع؟ قبل يوم الولادة بيوم، ولد له مولود
في يوم الأحد الأسبوع الماضي. إذا متى أذبح العقيقة؟ في يوم السبت، والحمد لله. يذبح عنه العقيقة، عن الغلام الذكر شاتان، من الماعز ما تمله سنة، ومن الضأن 6 أشهر، وعن الجارية البنت شاة واحدة. يذبح عنه العقيقة ويسميه، والختان هنا للذكر، ختان يكون يوم السابع، هذه السنة، ويسمى ويصح أن يسميه قبل السابع لا إشكال، مفهوم؟ ويحلق رأس الذكر لا الأنثى، ويتصدق بوزن هذا الشعر من فضة. طيب، هذا الذي يصنع في يوم السابع. طيب، اجلس، فتح الله عليك. كم بقى الان؟ نصف ساعة. طيب، يبقى معنا مسألة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ أخذ زكاة الفطر وأراد أن يعطيها فلان من الناس. هذا الأخ قلنا ليس لديه شيء، لديه 10 كيلو من الرز، وقلنا يكفيه إلى سنة. كم كيلو؟ 50. الآن هذا الأخ هل له أن يعطي هذا؟ نعم، لأنه يعطيه ما يكفيه إلى سنة. أعطاه كم؟ صاع من طعام، الحمد لله أخذ. الآن هذا الأخ لديه مثلا 10 كيلو من الرز، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم، لأنه يفضل عن قوته وعن قوت عياله ليلة العيد. إذن هو يخرج زكاة الفطر ويأخذ من الناس زكاة الفطر ولا إشكال. مسألة ثانية، هذا لديه مال مدخر، حال عليه الحول، كم؟ 1000 يورو. 1000 يورو تجب فيها الزكاة؟ ننظر، نظرنا في نصاب الفضة في هذا العام 595 جرام تساوي 400 يورو، وهو لديه كم؟ 1000. يجب فيها الزكاة؟ نعم. قال أنا فقير، هذه 1000 لا تكفيني، أريد أن أخذ من الناس زكاة لأنني فقير. نقول لا إشكال، لديك مال؟ نعم. بلغ النصاب؟ نعم. حال عليه الحول؟ نعم. تدفع الزكاة وتأخذ الزكاة من الآخرين، لا إشكال، مفهوم؟ حتى لا يشكل يعني على بعض الناس، لأن بعض الناس يقول لم أجد أعطيه، كل الناس يخرجوا زكاة الفطر في فرنسا، البعض يقول هذا وهذا غير محتاج. نقول لا، ننظر هل هو من أهل الزكاة أم لا. نعم، لديه رز؟ نعم. لا يكفي لعام؟ نعم. إذن نعطيه وهو يخرج الزكاة ويعطي الآخرين ولا إشكال في هذا، مفهوم؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. نبدأ بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بدراسة كتاب البيوع، ننتقل من العبادات إلى المعاملات. ذكرنا أن من العلماء من يذكر كتاب الجهاد هنا مع العبادات، لكن المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هذا كتاب مختصر، واتفقنا على أننا نسير على ما سار المؤلف شيء فشيء، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.